حطينا 40% من التنقلات المستقلين نسبة 60% حسب الانتخاب المباشر. بهذا الانتخاب المباشر 60% يتم احتساب هذا، بس يعتمد هذا القانون نظام هاي ايش هايرني ما يوفق نظام هاير. تم الانتهاء من اعداد مسودة مشروع قانون الانتخابات في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، تمهيدا لعرض هذه المسودة على المجلس العام في إحدى جلساته في القريب العاجل، من أجل إصدار هذا القانون بعيد الاستماع إلى مداخلات أعضاء المجلس العام والتعديلات التي ستطرأ على مسودة المشروع. هذا القانون إن صح التعبير سوف يعد تحولا مفصليا في تاريخ الإدارة الذاتية، لأنه سيسمح بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تطال جميع مرافق ومفاصل ومؤسسات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بدءا من التجمعات، الكومينات، الأحياء، البلدات والمدن والنواحي وكل التجمعات البشرية في الإدارة الذاتية. طبعا هذه الانتخابات سوف تجرى بعد الانتهاء من إصدار العقد الاجتماعي الجديد الذي يعمل عليه في الوقت الراهن، وسوف تنتهي اللجنة الموسعة من إعداد مسودته وعرضه على أبناء مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من أجل أخذ رأيهم وأجراء التعديلات المناسبة، تمهيدا لعرض العقد الاجتماعي الجديد على المجلس العام لإصداره وفق الصيغة التي تتوافق عليها شعوب ومكونات شمال وشرق سوريا. سنتي بس سجل هي المادة 26 للانتخابات، نظام حساب الأصوات وتوزيع النقاط.